مجلس نظارات البجا يحذر من الالتفاف على مطالبه وجهود وساطة دولية لإيجاد مخرج لأزمة السودان. واشنطن تطالب الميليشيات الحوثية بوقف العنف والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار. البنتاغون يشدد على التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الإيرانية ولحماية الممرات البحرية. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ نشرة من السودان، حيث تستمر الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية مع بادرة إيجابية أقدمت عليها نظارة البجا في شرق البلاد، حيث قررت فتح الطرق وإنهاء إغلاق الميناء الحيوي في البلاد. مجلس نظارات البجا أعلن في هذا السياق أن القرار الجديد سيدوم شهرا كاملا اعتبارا من يوم أمس، مشددا على أن هذه المدة كافية لتشكيل حكومة كفاءات لتنفيذ مطالب المحتجين. رئيس مجلس نظارات البجا محمد الأمين ترك قال لصحيفة السوداني إن القرارات الأخيرة التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان نفذت جزءا من مطالبنا، أبرزها حل الحكومة المدنية وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين. فيما المستشار والقانوني للمجلس الأعلى لنظارات البجا أحمد موسى عمر أوضح أن المجلس اتخذ خطوات عملية لتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي على البلاد، لافتا في مقابلة مع العربية لأنه في حال انقضاء شهر دون الالتفات إلى مطالبهم فسيعودون للإغلاق مرة أخرى. قرر المجلس القيام بخطوات تخفف من الضغط الاقتصادي والسياسي على البلاد إذا انقضى الشهر ولم نرى نتائج ماثلة على الأرض، فبكل تأكيد سنعود إلى الموقف السابق، ولكننا نشعر بشيء من الثقة والاطمئنان لحدوث تغيير في الموقف الحكومي في المرحلة القادمة، حيث أننا لن نبدأ من الصفر. الوفد الحكومي المتوقع زيارته للشرق أو التقائه بقيادات المجلس الأعلى لنظارات البجا سبق وأن التقى بتلك القيادات في حوارات كثيرة، ولكنه ربما وجد شيء من التعنت والعراقيل من المجلس الأعلى للسلام والحكومة المدنية. أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك على ضرورة التحركات الأخيرة التي أعلن خلالها حل مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء، وذلك لمعالجة الخلل الذي طرأ على مسار التحول في بلاد بحسب وصفه. كما شدد البرهان على أن ما حدث لم يكن انقلابا لأن الجيش كان شريكا في السلطة بالفعل، وأضاف أن الجيش السوداني ملتزم بالمساعدة في قيادة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، مشيرا إلى عدم وجود أسماء مرشحة لقيادة مجلس الوزراء في الوقت الراهن. كشف مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم عن جهود وساطة جارية في السودان وفي الخارج لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، وقال إن الكثير من محاورين في الخرطوم ولكن أيضا على المستويين الدولي والإقليمي يعبرون بجدة عن رغبتهم في التحرك سريعا للخروج من الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي. الأزمة السودانية لا تتقدم تجاه الحل، وحالة الاحتقان بلغت مداها، وفي إطار السعي لإيجاد مخرج للأزمة تحركت شخصيات وطنية لخلق مبادرات تقلل من حدة التوتر السياسي والميداني. في الأول الآن هي الفترة بتاعة ضمان التعبير والمسيرات الماشية، وبعد كده حيجي الكلام في الحل الأساسي للمشاكل اللي نحن بنعيشها هسه، ده كله لسلامة السودان وحفظ السودان وأهل السودان. غير أن المجلس المركزي للحرية والتغيير يرفض أي مبادرة إلا وفق اشتراطات محددة. والحرية والتغيير لها يعني متطلبات لتهيئة الجو نفسه للحوار، وأعلنت لا حوار وعدد من قياداتها في السجون والمحتقلات وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء.
نجاح التحركات المحلية والمسنودة بدعم أممي بالإضافة إلى تحركات الإدارة الأمريكية وبعثة اليونيتامس تبقى رهينة بإطلاق سراح المعتقلين بحسب البعض. كل يوم يمر على السودانيين دون التوصل إلى حلول ناجعة تنهي حالة الاحتقان السياسي والميداني هو محسوب على ما تحقق من مكاسب إثر قيام ثورة ديسمبر التي أطاحت بحكم البشير. محمد عثمان، العربية، الخرطوم. في ملف اليمن، قالت القائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة باليمن كاثي ويسلي إنه يجب على الحوثيين إنهاء العنف والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار. استنكرت القائمة بالأعمال الهجمات الحوثية الأخيرة على المأرب. وصلت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي للحوثيين على قرية العمود في مأرب إلى 39 قتيلا، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. قال مراسل العربية إن الحصيلة ارتفعت بعد انتشال المزيد من جثث الضحايا من تحت الأنقاض. كانت ميليشيا الحوثي قصفت القرية التي تقع في مديرية الجوبة جنوب مأرب بصاروخين باليستيين، استهدف أحدهما مسجدا ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين هناك. في السياق ذاته، قال العميد الركن عبد مجلي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، قال إن ميليشيات الحوثي تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين والتي لن تسقط بالتقادم. تواصل ميليشيات الحوثي الإجرامية ارتكابها لهذه المجازر والانتهاكات والإبادة الجماعية للمجتمع المدني في شعبنا اليمني، وهذه جرائم لن تسقط بالتقادم ولن تضيع دماء الشهداء هدرا. هذه جرائم تخالف القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية وكذلك حقوق الطفل. قال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية القائد تيم هوكنز لصحيفة الشرق الأوسط إن تصاعد التهديدات الإيرانية في منطقة الملاحة الدولية بمياه الخارج العربي يتطلب مواصلة الحذر والتعاون الدولي لردع تلك التهديدات والعمل لحماية المنطقة. أوضح هوكنز أن قواته تواصل الحفاظ على اليقظة المستمرة من خلال الوجود والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لافتا إلى أن حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة أمر ضروري للأمن والاستقرار البحري الإقليمي في وجه التهديدات المستمرة. أهلا بكم من جديد. أعلن وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا خلال اجتماع تشاوري عقد بالعاصمة الجزائرية تأييد الجهود الرامية للدفع بالمسارين الأمني والعسكري تجاه بوادر انفراج في الأزمة الليبية، واستعداد الجزائر وتونس لحشد الدعم الدولي ومساعدة ليبيا على إنهاء الخلافات السياسية والحفاظ على الأمن. أكد البيان الختامي لاجتماعات لجنة 5+5 الليبية في مصر الاتفاق مع ممثلي دول الجوار على التنسيق المشترك لبدء خطوة عملية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. البيان الختامي أكد أن ممثلي السودان وتشاد والنيجر أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون من أجل خروج كافة المقاتلين المنتمين إلى دولهم. أثار مقترح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي بتأجيل تنظيم الانتخابات إلى شهر مارس أثار جدلا كبيرا دفعه إلى التراجع، حيث أكد اللافي خلال لقائه مع نائبه سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا التزام المجلس الرئاسي بالاستحقاق الانتخابي في موعده، ذلك تنفيذا لمخرجات الاتفاق السياسي. فيما قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المسؤولة البريطانية شددت على اهتمام بلادها بإجراء الانتخابات في موعدها. نحن كمجلس رئاسي ملتزمون بهذا الاستحقاق الذي يراه للشعب الليبي مطلب لهم. لابد من وجود كافة الضمانات لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، طبعا قبله وأثناء العملة الانتخابية وبعد الحملة بعد الانتخابات.
قبله طبعا اللي هو حول أدوات التغيير وهي القوانين المهمة الصادرة للعملية الانتخابية، أثناء طبعا أثناء العملية الانتخابية وهي البيئة المستقرة والآمنة لنجاح هذه الانتخابات. في تونس رفض الرئيس قيس سعيد المساس باستقلالية القضاء وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية. أشار سعيد إلى أن إعداد مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لا يعتبر تدخلا في الشأن القضائي، وأوضح سعيد وجود بعض المحاولات للضغط على القضاء وترهيبهم أو الضغط على القضاة وترهيبهم وحتى تقديم الرشا لهم، لكنه أمر مرفوض. ضرورة ضمان استقلالية القضاء وضمان استقلالية القضاة، لأنكم تعلمون كما يعلم تقريبا كل شعب التونسي ما يجري من مناورات وما يجري أيضا من حسابات في عملية اختيار أعضاء المجلس وفي توزيع القضاة في النقل إلى آخر ذلك. لم أتدخل أبدا في سير القضاء ولن أتدخل أبدا في الأحكام. في سوريا كشفت فصائل موالية لأنقرة موعد العملية العسكرية التي تعتزم تركيا إطلاقها ضد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم قسد. قال مصدر مطلع في المعارضة السورية إن تركيا تعتزم إطلاق العملية العسكرية اليوم، مشيرا إلى أنها وجهت الأوامر لفصائل المعارضة بالاستعداد للعملية. أضاف المصدر أن العملية ستنطلق من عدة محاور في شمال سوريا من بينها أعزاز وتل أبيض. هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولم يتم التراجع عنه. التلويح التركي باحتمالية شن عملية عسكرية جديدة على سوريا يبدو أنه ذاهب إلى الحتمية، فالسياسة التركية تترجم اليوم لعملية عسكرية قريبة أكثر من أي وقت مضى، مسرحها في الشمال السوري الذي يبدو المشهد فيه مشوشا غير واضح. تعزيزات تركية عسكرية بالجنود والعتاد وملاحقة للقوات الكردية، ومصادر الفصائل السورية تتحدث عن عملية عسكرية وشيكة ضد القوات الكردية. التحركات العسكرية جاءت بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا قد تشن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية في سوريا إذا اقتضى الأمر، مضيفا أن العملية قد تنفذ عند الضرورة ولا يمكن التراجع عنها. يتزامن ذلك مع تنفيذ جولة جديدة من القصف للقوات التركية على مناطق انتشار الوحدات الكردية شمال حلب. ولا تعتبر الدعوة التركية للتأهب من قبل الفصائل الموالية لها في سوريا الدليل الوحيد على نيتها بالعمل العسكري، بل شهدت الأيام الأخيرة تعزيزات عسكرية لأنقرة، فيما تقول تركيا إنها تريد كبح جماح الوحدات الكردية عند حدودها مع سوريا. نظم أهالي موقوفي عين الرمان في بيروت وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية مطالبين بالإسراع في التحقيقات مع أبنائهم والسماح لهم برؤيتهم بعد مرور 19 يوما على اعتقالهم دون أن يتمكنوا من التواصل معهم. ما يقارب 3 أسابيع مرت على توقيف الشبان بعد الأحداث التي شهدتها الطيونة عين الرمان. لا أحد يستمع إلى أهالي الموقوفين الذين لم يتمكنوا حتى اليوم من التواصل مع أبنائهم. هذا التجمع هنا دعا إليه الأهالي على رفع الصوت يوصل مطالبهم. زوج يولا واثنان من أبنائها يطبعون داخل زنازين وزارة الدفاع، تؤكدوا أن ثلاثتهم لم يشاركوا في الأحداث التي دارت بين المنطقتين. حينها كانوا كالعادة داخل متجرهم المخصص لبيع الخضار ليتفاجأوا لاحقا بإلقاء القبض عليهم من منزلهم. كنا قاعدين عادي، طبوا علينا واخذوهم بدون وجه، بدون اي بيطه ولا فرجونا شيء ولا شيء، طبوا علينا
واخذوهم وحملوهم ومشوا. إلي 19 يوم أنا ما بعرف شيء عن عائلتي ولا شيء. بدي أشوف عائلتي، بدي أشوف أولادي، بدي أشوف أولادي بأي حق بيحرموني شوفت أولادي. المعتدين أصلا كانوا قليل وفللوا، كان في 8 فلوا بعد في 4، هيدول اللي وصلوا له. بقيت ما بقى الرئيس صوان هلا بعهدته كل القصة كل التحقيقات. نحن بنعتقد معظم الشباب ما في عليهم أي شيء، ولكن من حمل السلاح هو حمل السلاح للدفاع المشروع عن النفس. مواطنون متضامنون مع أهالي عين الرمانة نفذوا مسيرة رمزية في الشارع الذي انطلقت منه الأحداث، مطالبين بتنفيذ القرارات الدولية وبسحب السلاح الغير شرعي من لبنان. هذا السلاح الغير شرعي اللي هو بخبرنا انه هو ضد اسرائيل صار عم بيندار على الصدور اللبناني ومش اول مره. ففات اليوم على عين الرمانه وبكره يمكن بفكر يفوت على غير مناطق ويرهب العالم وفكروا انه بقوت سلاح بيقدر يوصل لمحل. نحن بناكد له انه سلاحه ما بيخوفنا. يأمل الأهالي ألا يتكرر السيناريو الأخير، خاصة وأن القضية الأساسية كانت المطالبة بتوجه المتهمين إلى القضاء لاستجوابهم في جريمة انفجار المرفأ. غنوة يتيم، العربية، بيروت. تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر المناخ إلى إنقاذ البشرية في وقت يدق خبراء البيئة ناقوس الخطر. يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم في غلاسكو البريطانية للمشاركة في القمة التي تستمر يومين، وتقول الأمم المتحدة إنها قمة حاسمة لوضع خارطة طريق تجنب العالم كارثة احترار مناخي. 120 من رؤساء الدول في مؤتمر المناخ في غلاسكو، لكن رئيسي الصين وروسيا ودولتاهما من أكبر الملوثين للبيئة غائبان عن القمة. بعد مقطوعة قصيرة بمزمار القربة مستوحاة من الموسيقى التقليدية من جميع أنحاء العالم وعرض فيلم قصير، استهل بوريس جونسون افتتاح اجتماع القادة بكلمة يحذر فيها العالم بمستقبل مروع إن لم يتعاطوا مع ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل جدي. نحن بحاجة إلى التحرك الآن، وإذا لم نتعامل بجدية بشأن تغير المناخ اليوم فسيكون الأوان قد فات لأطفالنا للقيام بذلك غدا. الرئيس الأمريكي أكد أن العالم على مفترق الطرق ويجب تكاثف الجهود لمواجهة التحدي الأكبر أمام البشرية. سوف نثبت للعالم أن الولايات المتحدة عادت لمواجهة تحديات المناخ، ولكن آمل أن نقود بقوة كمثال. أعلم أن الأمر لم يكن كذلك، ولهذا السبب تعمل إدارتي لإظهار أن التزامنا بالمناخ هو عمل بالأفعال وليس بالأقوال. الدول العربية قدمت التزامات لخفض الانبعاثات وفق استراتيجية قابلة للتطبيق دون المخاطرة بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. الأردن مثلا قدمنا التزام على منصة الأمم المتحدة هذا العام بتخفيض انبعاثاتنا مع العام 2030 حتى 31%، وهو هذا التزام بالنسبة للأردن طموح كبير. أيضا المملكة العربية السعودية كما أشرت قدمت خطة تغير مناخي وخطة أنشطة اقتصادية رائعة في دول، في المغرب أيضا قدموا، وفي الإمارات رصدت أموال كبرى لتغير للاعتماد على استدامة الطاقة. تعثر المجتمعين في قمة غلاسكو للتوصل إلى توافق لمحاربة الاحتباس الحراري أو عدم استفاقة القادة للمخاطر المحدقة بالعالم سيكون أمراً مدمراً لكوكب الأرض والأجيال القادمة. مصطفى زارو، العربية، غلاسكو.
صرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بأن واشنطن تراقب الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية عن تحركات للقوات الروسية في هذه المنطقة خلال الأونة الأخيرة. أكد كيربي أن أي تصعيد أو عمل عدواني سيكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، فيما أفادت صحيفة الواشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا. بدأت في الصومال انتخابات مجلس الشعب الصومالي بعد تأجيلها لأكثر من مرة. تم انتخاب أول عضوين لمجلس الشعب المؤلف من 275 عضوا خلال مراسم تصويت في العاصمة مقديشو تحت حراسة أمنية مشددة. تجري الانتخابات في الصومال وفقا لاختيار الهيئات التشريعية للولايات وثلاثون ألف مندوب من العشائر نوابا للبرلمان الذين ينتخبون بدورهم الرئيس. تم الإفراج عن ثلاثة صينيين كانوا مختطفين في جنوب غرب مالي منذ يوليو الماضي بحسب ما أعلنت رئاسة البلاد في باماكو. خطف الرجال الذين كانوا يعملون في شركة كوفيك الصينية للبناء خلال هجوم على ورشة على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة كوالا، إلى جانب مواطنين من جزر موريشيوس أفرج عنهما بعد أيام قليلة. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن المحادثات بشأن نزاع الصيد البحري مع المملكة المتحدة ستستأنف اليوم. استبعد الرئيس الفرنسي دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة، وشدد ماكرون على أهمية الساعات المقبلة وقال إن البريطانيين سيقدمون اليوم مقترحات جديدة. لجأ ما يقارب من 9000 موظف من عمال بلدية نيويورك إلى إجازات غير مدفوعة الأجر رفضا لقرار الحكومة بضرورة تلقي تطعيم كورونا. أوضح عمدة نيويورك أن 9 من بين كل 10 عمال في المدينة حصلوا على لقاح المضاد للفيروس. يحدث هذا في وقت برر الآلاف من موظفي فرق الإطفاء رفضهم اللقاح لإصابتهم بأمراض أخرى. أعلنت الخارجية الإيرانية خضوع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا. نقلت وكالة أنباء فارس أن الحالة الصحية للوزير جيدة وأنه يمارس نشاطه بصفة طبيعية في الحجر. شابة سعودية تعشق الأسلحة النارية حولت شغفها إلى مهنة لتصبح مدربة أسلحة نارية. السلاح في أيدي الناعمة مشهد غير معتاد لا سيما في منطقتنا العربية، إلا أن منى الخريص قررت تغيير المشهد وتحويل شغفها بالأسلحة النارية إلى مهنة. تلقت منى تدريباً في السعودية وخارجها لتصبح مدربة أسلحة نارية حاصلة على رخصة لمزاولة المهنة. الشابة البالغة من العمر 36 عاماً تدرس الرماية في ميدان توب غن لإطلاق النار في العاصمة السعودية الرياض، وتشهد فصولها الدراسية إقبالاً متنامياً من الإناث. بعد قرار الحكومة بالسماح للمرأة بامتلاك السلاح واقتناءه كانت هذه نقطتي وبدايتي الفعلية. واجهت منى بعض المشاكل والتحديات في بداية عملها، خاصة أن هذا المجال يهيمن عليه الذكور عادة، لكنها تقول إن الانتقاد كان أيضاً من العنصر النسائي. طبعاً الصعوبات اللي واجهتها كانت اللي هي معارضة وانتقاد من العنصر النسائي، وهذا كان شكل صدمة بالنسبة لي، كون كنت متوقع المعارضة تكون من العنصر الرجالي أكثر من النساء، لكن سبب هالمعارضة أنه شيء غريب ومستهجن أنه امرأة تقتحم عالم الرجال وعالم الأسلحة. ومع تعلم المزيد من الفتيات والنساء كيفية التعامل مع الأسلحة، تأمل منى أن تتغير مواقفهن وأن تصبح مصدر إلهام لهن، كما تطمح أن تشارك في الأولمبياد العالمية. نور الحصني، العربية.
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية الانتهاء من عملية عودة المواطنين إضافة إلى الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان. قالت الخارجية أن ذلك يأتي نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان وتزامنا مع قرارات سحب البعثة الدبلوماسية ومنع سفر المواطنين. أفادت دراسة بريطانية جديدة بأن كمية الجليد التي ذابت في السنوات العشر الماضية من جزيرة غرينلاند تسببت بارتفاع مستوى سطح البحر في العالم كله بنحو السنتيمتر الواحد. هذه ليست لقطات من فيلم خيال علمي، إنما هذا هو الواقع الذي نعيشه. دراسة جديدة أظهرت أن كمية الجليد التي ذابت من جزيرة غرينلاند لوحدها تقدر بثلاثة تريليون ونصف تريليون طن خلال العقد الماضي. هذا الذوبان تسبب بارتفاع مياه البحار حول العالم بمقدار نحو سنتيمتر واحد، بالإضافة إلى تضاعف خطر الفيضانات عالميا، بينما تضاعفت نسب جريان المياه الذائبة بنحو 21%. القائمون على الدراسة أكدوا أنه في حال استمرار الوضع المناخي على حالته، فإن نسبة المياه في المحيطات سترتفع بحلول نهاية القرن إلى نحو 23 سنتيمترا، بينما أن الجليد في غرينلاند كفيل برفع مستوى البحار عالميا بمقدار 6 أمتار. وحتى في حال وقف الاحتباس الحراري، فإن الدراسات السابقة حذرت من أن الوضع في غرينلاند قد وصل إلى مرحلة لا عودة بسبب عدم كفاية هطول الثلوج عن تعويض ما فقد خلال السنوات الماضية. ظاهرة الذوبان وارتفاع معدلات سطح البحر تهددان بإغراق أجزاء كبيرة من الدول الساحلية واضطرار أهلها للهجرة منها.